قبل ما يبتدي الفيديو بدي اذكركم بالضغط على سبسكرايب والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات، ويا ريت نوصل هذا الفيديو ل 40,000 لايك. وهلا بقول لكم مشاهده ممتعه. مين الحيوان اللي بدي يحرق الجرس؟ كيفك يا سيده القوم؟ لك ام تحسين بدي اسالك سؤال، في بيني وبين جرس شيء؟ بدك تحرقي شيء؟ قولي خلص معي، جايبت لك عريس تقطر هالمغضوبه اللي عندك. شو؟ ادخلي ادخلي. ولك ايه مثل ما عم بقلك جماعه مقتدرين وهيك معه مصاري. شو قلتي؟ ولك تنقرق والي كنت عم تساليني؟ اتصلي فيهم وخليه يجوا مباشره، بس هالمره من دون فصول ناقصه انا عم بحذرك. لا هالمره لا تاكلي هم، هالمره انا رح اتصرف. ولك وينك يا مجنونه؟ وينك؟ شو؟ شبك؟ ومين اليوم جاي خطابين؟ شو خطابين؟ خطابين يعني عريس؟ ولك انا عريس يخرب بيتك من حالك. الله يخرب بيتك على الاخبار بتقرف مثل خلطك، كيف وامتى وشلون وامتى؟ اليوم جايكي هو وامه عن طريق ام تحسين. انبسطي هالحقيره ام تحسين، دبان عندي قولوا لها المخطوبه ما عندنا. ما خلص الجماعه جايين لك حتى واخيرا رح اخلص مني. قولي قولي الله يخرب بيتكم من حالكم، تروحوا خلوا كلياتكم ان شاء الله، مالي طالع بيكم عم بقياني هون. ايه حبيبتي هالكلام قولي لامك، لانه ليك اجت عندك وجاي لي عريس، جاي لي عريس. اي مستفز يا حقير، اذا مالك يد بالقصه انا ما بعرف شيء. بسيطه هلا، بس تجي امي تقول لها مالي موافقه وبس. ايش رح يصير؟ يعني اكيد ما رح يصير شيء. عني سخدوج، عني سخدوج وينك؟ نعم امي. ايش في؟ قومي ضبطي لي حالك وشارك سيدي امورك، في خطابين جايين اليوم، ساعة وبصلوا بالكثير. يلا بلا خطابين بلا زفت، قلت لك مالي موافقة. شو هي مالي موافقة؟ شو هي مالي موافقة؟ أنت شفتي ولا بتعرفي حتى مالك موافقة؟ شوفي لك هالمرة غير، هالمرة أم تحسين ما تحطي منه كثير، فصول ناقصة ما بدي، أقسم بالله العظيم إذا بيطفش هذا العريس بدي أفترسك، فهماني؟ والله شايفتك أنت مبسوطة وكأنه خطبة لإلي. من دون لعي زيادة، بسرعة قومي جهزي حالك، وأنا رح أجهز حالي كمان، بسرعة. أنا قلت ما رح أطلع يعني ما رح أطلع. وبس بقى، وانا قلت بدك تطلعي يعني بدك تطلعي. ولا انتوا مالكم بني ادمين، مستحيل تكونوا بني ادمين، انتوا اوباش. بسرعه ابتجوا بالذوق. قربوا يصلوا الجماعه، قربوا يصلوا. مين انتوا عطر ابوخ؟ ابوخ من هاد ولا ابوخ من هاد ولا ابوخ من هاد ولا خلاص هيدا منيح. قولك بركي طلع سميك وما بينطق، انا ايش بعمل معه؟ سميك وما بينطق، سميك وما بينطق. وانتي انت شو بالله؟ خفيفة الظل؟ يخرب بيتك من حالك، ما حدا قدك سميك وغليظ، 20 سنة تحملناكي حاج، دخنت. وصلوا وصلوا، ليكي معك 10 دقايق، بس انت عليك بتيجي مباشرة. اسمعي فصول ناقصة ما بدي، الله يطعمك فصول ناقصة خدوج، انا انزرتك، بسرعة. يا ميت اهلا وسهلا بام فرحان وفرحان. ميرسي ميرسي لك حياتي. شكرا طنط. الله هاد فرحان، هي فرحان وهيك، كيف لو كان زعلان؟ ما قلتوا لنا شو دارس المحروس؟ والله فرحان يا بر امه، عم يدرس طب بيطري. الله كذا انزع على دكتور بيطري حيوانات، لو كان دكتور بني ادمين ايش بتعملي لسه؟ وما خبرتينا انجلينا جولي اللي عندك شو تدرس بالله؟ بنتي؟ اول شي خلينا ندق على الخشب، بنتي وبكل فخر مع شهادة سرتفيكة. شو مواصفاتها بالله؟ كل صفات الجمال والانوثة موجودة فيها، يعني فيك تقولي عليها كاملة مكملة من مجاميعه. ايوه. ما في غبرة، مقبولة، 6/10. اخوخو يا عمري، تعي سلمي على خالي يا قلبي. الله يستر ما تعملنا شي فصل ناقص. مين هاي؟ لا تقولي لي هاي بنتك، بعدين وين القهوة؟ بكره القهوة وريحة القهوة واللي بيشربوا قهوة كمان. هاي اللي فيها كل صفات الجمال والأنوثة أو فتحي الخضر يا أحلى منها. Thank you.
ايوه بلشنا الحركات التافهة والغليظة. ياه انت ارتبطتي شي قبل هالمرية؟ نعم. شو تفضلت عيني؟ كنت عم بقول انت ارتبطتي شي قبل هالمرية؟ اسمعوا لك مشان تفهم من الاول، انا لا خارج ارتباط ولا خارج بطيخ منوب. حب بطيخ زفت عليك، انا هذا ما هو اختصاصي منوب. بكره شي اسمه رجال، وصلت؟ اسمعوا لك من اول واهونه، انا الله هيك خلقني، الريفه مجنونه، برفس بالليل، بعض عيد احيانا بتحول لزومبي، بولول بفسي وانا نايمه، الي ريحه تم غيره، وصلت؟ فهم بقى ولكن اشي مع ذلك بحبك. I love you ولك تفو. كش والله شكلهم اندمجوا والموضوع خرج عن السيطره. لحظه شوي امي، انا بدي احكي شغله من اول واهونه. انا ما عندي بنات يطلعوا برات البيت، المية خلقت المطبخ بس، وطلع من البيت بدون شوري ما بصير مشان تكونوا بالصورة. ولك يسلم هالتم. نعم. شو قلت؟ شو فضلت بالله؟ ارجع عيدا شوف دلول الماما، ارجع عيد. خلصي خلصي، قومي عرس بعرق يخرب بيتك بالحالك. خلصي. مو مشكلة مشكلة، احنا موافقين، ما عنا اي اعتراض. اسمعوا لك برميل، قصة هاي المرة للمطبخ وما في طلعة من البيت، وخدي شوري وخدي اذني، بتشيلها من قاموس حياتك منوب، لانه انا لما بتحول باكلك بسناني، فهمان؟ فهمي ختيارة الجن. يا ارض انشقي وبلعيني، يا ارض انشقي وبلعيني، ولي ولي على طولي ولي على عرضي ولي على محيطي ولي. ولك انت مجنون ولا في بخك خضار، من كل عقلك بدك ياني اقضي نص عمري بين تنظيف وتمسيح وتقشيط. ولك انت جاي من عصر حجري، ليكل باب يدخل تيس، خد امك ونقصته من هون وتحيا الحرية. لا اذا وصلت المواصيل لهون انا معك خدوج. لا يقوم مفكرين البنت طالعة من الحيط وما عند اهلي دافعوا عنها، وانت ولك بهلول بدك اياها للمطبخ، بدك اياها للبيت يا نص دكة. معك دقيقتين لا سلسة لهما، تكوني بقلوع على برات البيت يا وخمة. والله لا خليك تبكي دمي يا شرشوحة. شو؟ شو لخرتوا من الجب؟ عبتقولي شرشوحة؟ سمعتي امي؟ قال لي شرشوحة شرشوحة. ولك انت الاكبر منك بس ترجع يقول لي اياها. يوم السبت 14/1/2023 فقد المرحوم فرحان، وافته المنية عن عمر يناهز 25 خريفا، حيث تم قتله على يد فتاة مجنونة تدعى خدوج. يا تافه يا منحط، هالمرة سماح راح مرق لك ياها، ولانه كان الحق عليهم يعني. ولك انا فرطت فيكي بعطيك لايك مجانين اصلا. لا امي، انا شلت فكره الخطبه من بالي بوتاتا بوتاتا، وراح ادخل عالم الفن، بدي صور فيديو كليب بعنوان خدوش تحت البرطوش، وصير مغني، وتنزل صوري مجله سيدتي، وصير من كبار سيدات المجتمع. نعم. شو جاي عيدي بالله؟ كانه اخذتي وجه وصار لازمك بطانه، جليتي الجلي بالمطبخ اكيد. لا انا بعرف، لازم تعلم عجنابك هيتعي لهون.